Tutti, togli tutti per quota, guardiamolo con il gol. هو أحد أفضل من لمس كرة القدم وأحد نجوم الأهلي في عصره الذهبي، هو فوزي سكوتي. سكوتي تعلق قلبه بملعب التتش وهو في سن 13 عندما التحق بناشئي القلعة الحمراء، وفي سن 18 انضم للفريق الأول واستطاع أن يثبت وجوده من أول مباراة له مع المارد الأحمر بتسجيل هدف في مرمى الإسماعيلي. عاش فوزي سكوتي مع أبناء جيله العديد من التحديات وتغلب عليها كلاعب ومدرب في قطاع ناشئي الأهلي وكمشرف على الكرة باتحاد الشرطة ونادي الصيد. مسيرة النادي الأهلي على مر العقود دائما مليئة بالتحديات، ودائما ما يتخطاها أبناؤه بروح الفانيلة الحمراء وشخصية البطل. اعتلاء منصات التتويج والفوز بالألقاب المحلية والقارية هو هدف وطموح تتوارثه الأجيال وكل من يرتدي قميص الشياطين الحمر، وبالطبع هو هدف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وكتيبته من اللاعبين أبطال القارة الإفريقية. فبعد حصد برونزية مونديال الأندية والعودة بقوة للمنافسات في الدوري، يسعى المدرب الجنوب إفريقي ولاعبوه لتخطي تحديات المرحلة القادمة بالفوز على فيتا كلوب في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدور أبطال إفريقيا والفوز في مؤجلات المسابقة المحلية لاعتلاء الصدارة من جديد ومواصلة الطريق نحو الحفاظ على لقبيه المحلي والقاري. الفقرة دي معانا يعني شخصية أهلوية جميلة، وهو أحد نجوم الأهلي أصلا، كابتن فوزي سكوتي اللي منورنا النهارده في 10 الصبح في الأهلي، واللي أسعدني جدا أنا وكريم لأن قبل الهوا كان بيقول لنا إن هو حريص على مشاهدة كمان البرنامج، فدي حاجة يعني بجد تسعدنا يا كابتن فوزي، منورنا يا فندم. صباح الخير وصباح عليكم، بصراحة برنامج جميل ومكان جميل جدا والفيو كمان تحفة. يعني اتمنى لكم التوفيق، وانتم ما شاء الله يعني نجوم الصراحه، مش نجوم بجد. ربنا يخلي حضرتك، وكنت بتكلم انا وكابتن سكوتي قبل ما نطلع مع حضراتكم على الهواء على ان في ابتداء كده من مراحل سنيه، من اول سن انا شخصيا وحضراتكم طالعين، اللي ليه وحتى اللي ملوش في الكوره عارف كويس قوي قيمه وتاريخ اسم كابتن فوزي سكوتي. احنا بنتكلم على من الاسماء اللي في النادي الاهلي عبر تاريخه لا تخطئها الاذان. حضرتك بتنتمي لجيل ولا اروع ولا اجمل، وفي زمن كمان مختلف كل الاختلاف عن الزمن اللي احنا فيه حاليا. طبعا لا حاجه جميله الصراحه، يعني الواحد كان يعني الحاجه اللي يعني مبسوط منها ان احنا الجيل بتاعنا كباتن الكبار كلهم، كابتن الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى يونس طبعا، والمختار، يعني مش عايز انسى حد، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، يعني كل كابتن فتحي مبروك، الناس الكبيره طبعا، الكباتن اللي كانوا الفرقه طبعا. الواحد بيعتز ان هو لعب في وسطهم، يعني دي حاجه جميله جدا. وكابتن محسن صالح برضو انا لحقته شويه، وبتلعبوا حبا في كره القدم بعيدا بقى عن الترند اللي بقينا نسمع عنه دلوقتي والارقام الفلكيه وال بص يا كريم، انا هقول لك كمان شويه، يعني احنا كنا بنلعب الكوره ازاي حبا في الكوره. يعني لما ندخل في الموضوع دلوقتي، انا بس قبل لما نبدا، انا بنعي اخويا وكابتني الكابتن محمود رشدي رحمه الله عليه، ربنا يرحمه، يعني من كباتن النادي الاهلي وشخصيه محترمه جدا، ربنا يرحمه ويغفر له يعني. وفي نفس الوقت بقى عايز فرصة أنا معاكم النهاردة، يعني ببارك للنادي الأهلي على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية. صراحة حاجة جميلة، حاجة فخر لينا كلنا كأهلوية، كلاعيبة طبعا، كجماهير طبعا طبعا. النادي الأهلي قيمة وقامة زي ما قالوا، ماشي على خطة ثابتة، أجيال متواصلة مع بعض، مع الفروق، حتى الفروق المالية، الفروق الإمكانيات، الحاجات دي كلها، لكن برضو النادي الأهلي محافظ على إنه بيحقق البطولات وبيحقق المراكز المتفوقه في كل بطوله. فانا اتمنى يعني ببارك لهم الصراحه. ليه؟ لما تيجي تحسبها يا استاذ كريم حضرتك برضو، الـ 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 المستوى بتاع النادي الاهلي ما بيجيش من فراغ على فكره. في ناس كتير قوي بتسال يعني ايه النادي الاهلي اشمعنى بياخد البطولات؟ من اول زمان، من اول كابتن الفريق مرتجي، الكابتن صالح سليم يعني الله يرحمه، الناس دي كلها لغايه بقى كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، يعني دلوقتي الاجيال الذهبيه للنادي كل ده متواصل مع بعض. فلما بيدخل الناس بتسال، يعني بيقول لك اللعيب بيدخل النادي الاهلي بيتقوم
على الاسس بتاع النادي الاهلي، ان داخل انك انت تحقق بطولات. عشان كده النادي الاهلي متفوق، المبادئ بتاعته من اول الاداره، لازم الاداره دي مهمه جدا على فكره طبعا، يعني مش سهله، هي الاساس. يعني احنا بنشوف انديه كتيره الاداره عندهم بيبقى في عندهم مشاكل جامده جدا. الحمد لله النادي الاهلي مع الاداره اللي موجوده حاليا، مع اللعيبه اللي موجوده، مع اللي بيفتقدوها كمان بقى لحاجه الاساس جدا، الجماهير طبعا طبعا. بص يعني انت زي ما انت حضرتك انت لو بتعمل برنامج، بص بقول لك لو بتعمل برنامج بتعملي برنامج ايوه ومفيش محدش مشاهد، هتلاقي طبعا هتلاقي نفسك. تخيل بقى اللعيب الكوره بيبقى احنا نازلين الملعب كنا بنلعب، وانت في اوضه اللبس بتسمع الازير بتاع الجماهير طبعا طبعا، اللي تعبان اللي كان اللي مصاب اللي مش قادر شويه هتدب فيه الروح على طول. اه تلاقي جسمك فعلا بجد والله بنسمعها وانت في اوضه اللبس، بتنزل الملعب الجماهير دي بتخليك الطاقه اللي عندك اضعاف مضاعفه بجد أكيد. يعني حسينا بيها. فانا بعذر اللعيبه دي جماهير النادي الاهلي، يعني بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى، ان جماهير النادي الاهلي من ضمن اسباب تفوق لعيبه النادي الاهلي في البطولات طبعا، وهم مفتقدين الموضوع ده على فكره حتى في التدريبات. نتمنى العوده والله قريبا، هي بس عشان موضوع الكورونا يعني هي الكورونا طبعا يعني من ضمن برضو على مستوى العالم، يعني مش احنا بس طبعا، حتى اتفرجنا على بره ما فيش يعني برضو العمليه. احنا نتمنى من ربنا وندعو يعني كلنا ندعي ان الموضوع ده يخلص قريب، اللهم امين، لان يعني حتى في الاشغال مش في الكوره بس، كل حاجه الدنيا كل حاجه واقفه. فاتمنى يعني ان شاء الله تخلص الموضوع ده. فانا ببارك للنادي الاهلي الصراحه يعني، وبيمتع جماهيره وبيخليهم مبسوطين، فيعني حاجه تبسطهم حتى في ظروف الكورونا دي. صحيح، هو الاهلي هو يمكن مصدر السعاده كان 2020 اصلا علينا، يعني ما كانش في حاجات غير ثانيه قليله جدا. خلينا نروح مع حضرتك بقى، لان احنا عندنا ماتشات يعني وبطولات مستنيانه باذن الله. إن شاء الله. بس قبل ما نفتح انا وكريم الملف ده، برده عايزه اروح لاخر تفصيله برده مع حضرتك. ابتديت من عندك 13 سنه ومشوار طويل وناجح جدا، بس كمان دربت للناشئين في النادي الاهلي وغيره وفي الخارج، يعني خلينا برضو نتكلم مع حضرتك في النقطه دي. انا يعني كنت قلت قبل كده، بس انا موضوعي يعني صعب شويه. اه ليه بقى؟ لما الواحد بيفتكر الكلام ده بيقول لي اتعملت ازاي. يعني انا رحت الناشئين في النادي الاهلي اختبارات وانا صغير، كنا في انا من حدائق القبه وزمايلي، رحنا بتوع 10 انفار، لمينا بعض وركبنا الاتوبيس ورحنا النادي الاهلي. لقينا طبعا الاشبال كتير جدا مليانين، الاستاد الديتش ده مليانين. فاحنا دخلنا على اساس انا رايحين نختبر وخلاص، يعني مش في دماغي خالص. والحمد لله ربنا كرمني انا وواحد معايا اتقابلنا. جميل. واختبار اول، اختبار ثاني، اختبار ثالث. الحمد لله ربنا كرمني، وكان كابتن عوضين يعني ليه فضل كبير عليا برضو، خدوني وكملت بقى في النادي الاهلي، الاشبال النادي الاهلي لغايه 18 سنه. بدات بقى مستر هديكوتي وكابتن فؤاد شعبان وبتاع يصعدوني مع الفريق الاول في وسط النجوم. انا كنت واقف ورا السور بتاع الحديد بعد التمرين بتاعنا اتفرج على النجوم الكبيره. فمره واحده تلاقي نفسك ايه، بقيت في وسطهم يعني. وماتشاتنا كانت بقى الميزه، يعني يمكن دلوقتي احنا كنا محظوظين في حاجه، كنا بنلعب الماتشات بتاعتنا الناشئين في الاستاد التتش. اوكي دلوقتي الاشبال مدينه نصر بقى بيلعبوا في مدينه نصر، والفريق الكبير بتاع الاشبال بيتمرن هنا وبيلعب ماتشاته بره في الاستاد مثلا. لكن الشبل الصغير وانا كنت صغير بيبقى استاذ كريم مثلا بياخدك قدوه، بحب بتفرج عليك، باخدك قدوه، عايز اتفرج عليكي، عايز اتفرج على يعني. فبيبقى قدوه ان انا بشوف الناس الكبيره دي، النجوم الكبيره، وبقلدهم وعايز ابقى زيهم. لا وبتلعب في بيتك بقى العمليه كده، بيتي لما تكون الماتش والجماهير قاعده. اما انا بتكلم الجماهير قاعده بتتفرج طبعا على الناشئين. كان مثلا طاهر ابو زيد كان اصغر منا، كان هو مثلا في فرقه 12 سنه، احنا في 14 سنه. ماتشات بتشتغل بيتفرجوا وحافظين بالاسم، يقول لك الولد الصغير ده هيبقى نجم من النجوم الولد. فعشان كده بقول لك الناشئين دي مهمه جدا طبعا، يعني طبعا ده حاجه تانية خالص. يعني الناشئين دي مهمه جدا بالذات للنادي الاهلي، ده خط انتاج لابطال مستقبليين. فانا يعني كملت والحمد لله ربنا وفقني وطلعت. بس انا يعني انا والدي ما عرفش ان انا بلعب في النادي الاهلي الا وانا عندي 16 سنه. الله، يعني في كذا سنه ما عندوش خبر اصلا عن الموضوع. يعني هو والدي هو شغال في كان في مدير في اكاديميه البحث العلمي اللي في القصر العيني. اوكي. فانا كنت بروح من بطلع اروح بدل ما اروح المدرسه اطلع على النادي عشان اروح اتمرن، عشان لازم يشوفوني.
وانا صغير. بركب وفي المدرسه برضو لازم يشوفوك يا فندم. المدرسه انا كنت اروح المدرسه وساعات يبقى تمرين بعد المدرسه او اطلع حصتين الاخر مثلا أوكي. واروح رايح عشان بركب اوتوبيس وانزل رمسيس وبعدين اخد اتوبيس تاني للتحرير وامشي كوبري قصر النيل. ده انت اراده يعني. ما انا بقول لك وانا انا كنت يعني دلوقتي انا بفكر انا كنت بعملها ازاي. بالظبط. كان في ماتش اهلي وزمالك وربنا وفقني وجبت هدف. ففي عمود في الجمهوريه كده بينزل صغير عن الناشئين. ف قال لك النادي الاهلي يفوز على الزمالك واحرز الهدف فوز سكوتي. انا ومفيش سكوتي تاني يعني في اسامي ما فيهاش. فانا اسمي اصلا يعني في ده اسم الشهره فوزي سكوتي. والدي اسمه محمد فوزي سكوتي. اوكي. فانا اسمي احمد محمد فوزي سكوتي بس هم واخدين الفوزي سكوتي طبعا. الشهره طبعا. فكتبوا في الجورنال فوزي سكوتي. فطبعا الشغل عنده كل الموظفين قالوا انت جبت جول امتى؟ انت بتلعب كوره. فهو اول ما شافني بقى قال لي تعالى انا عايز اعرف انت بتروح ازاي رحت ازاي يعني هو مش متخيل. طب واحد صغير. طب انت عليها كابتن برضو في يعني كنت قلقان مثلا ما يرضاش او بصي حاجه. بصي الكوره ايامنا كان ما فيش مستقبل وقتها. ما كانش فيه مستقبل ما فعلا. كانش فيه. دلوقتي الكوره هي المستقبل. كانوا بيضربونا عشان ما نلعبش كوره. ياه. دلوقتي هم بيضربوا الولاد عشان يلعبوا كوره. صحيح والله. يعني بص الزمن بيتغير ازاي فعلا. فدلوقتي بيضربوا الولاد او بيجروا وراهم وبيعلموهم وبيدخلوهم اكاديميات وبيدخلوهم عشان يعلموا الولاد الكوره. فانا بفتكر الموضوع ده يعني انا كنت بعمل كده ازاي او بطلع دي زي ما انت حضرتك قلتي عايز تحققي حاجه. حبي للكوره لا حدود بامانه. جت بقى بعد كده بقى موضوع الشرطه. دخلت من الشرطه نقله تانية خالص. نقله تانية في حياتي خالص طبعا. يعني من حياه تخرج عادي طبعا. لحياه بقى التزام طبعا. وانتظام طبعا. هي فادتني في الالتزام برضو اكيد. يعني بتشكل الشخصيه كمان جدا يعني بتديك اختلاف. بس تحدي جامد انك تلعب في النادي الاهلي وبعدين تلعب الفيرست تيم في النادي الاهلي وانت في كليه الشرطه. اقوم الفجر ادخل بسرعه عشان اخد دش واحلق دقني والبس اللبس الطابور الصبح والجزمه البياده اللي عارفها وانزل الطابور وبعدين اطلع عشان نروح نفطر وبعدين نروح المحاضرات وبعدين عشان اخد تصريح اروح التمرين. بص يعني لما تيجي احكي لك كده برضو تحسي ان أيوة طبعا. غير اللعيب بيقوم براحته بيقوم الصبح براحته بيروح التمرين بتاع. انا بجري بسرعه. حتى انا فاكر انا جبت موتوسيكل كنت بحطه بره الكليه في جراج كده قدام كان الكليه في العباسيه طبعا. فحط الجراج في الجراج الموتوسيكل واطلع بسرعه. كان معايا ابراهيم يوسف برضو الله يرحمه رحمه الله عليه نجم نادي الزمالك طبعا وكان كابتن عادل عبد الواحد يعني كل زمايلي هاني عباده وايمن طارق زملكاويه برضو والمحله برضو حسام عبد الغني ومصطفى الزفتاوي مجموعه كبيره جدا دخلت كليه الشرطه. احمد شوبير طبعا دخلناه يعني استقطبناه عشان ندخله. دخل قعد شويه بس فلت بجلده. طيب كابتن فوزي احنا طبعا لسه حديثنا مستمر بس ولسه في ملفات انا مش عايز اطول لان احنا هنروح فاصل. بالعكس وهنرجع. انا بقول القصه بتاعتي برضو عايزه هنرجع نستكملها حالا بمجرد العوده من الفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. رح بحضراتكم مره ثانيه وحديثنا لسه مستمر مع كابتن فوزي سكوتي وعايزين بقى نخش على المهم. نخش بقى على الثقيل ونتكلم كده في المباريات. حضرتك كنت حابب تتكلم عن المباراه اللي فاتت طلائع الجيش ولسه طبعا عندنا مباريات مهمه والتوازن هنا بين المحلي بقى وافريقيا والدوري. يعني عندنا لسه يعني مجهود كبير لازم ان شاء الله ان هو يبذل. هنتكلم اكيد على يوم السبت عن فيتا كلاب وبعد كده عندنا الاسماعيلي. بس خلينا نبدا بطلائع الجيش. اتفضل يا كابتن. يعني هو ماتش طلائع الجيش ده كان بعد ماتش سيمبا طبعا التنزاني والهزيمه اللي فيها كان النادي الاهلي 1-0. طبعا اي فرقه بتبقى طالعه من البطوله او بتبقى كذا بطوله مش بطوله واحده والنادي الاهلي مستواه عالي فيها وبعد كده بيحصل لازم بيحصل دروب يعني. فماتش سيمبا ده يمكن ليه ناس زعلت قوي ان حصل ان ما بيحبوش النادي الاهلي يتغلب. صحيح. وقالوا هيعوض او هيخش في هجمه مختلفه. لا لسه ان شاء الله يعني الاهلي هيعوض ان شاء الله طبعا. لان ظروف المباراه دي يمكن طريقه اللعب او حاجه يمكن دي بتاعه المدرب. الاهلي كان بيلعب الماتش ده الناس اللي راح حضرت الاستاد شفت يا كريم طبعا
كم كبير جدا. صحيح. هم رايحين يتفرجوا على النادي الاهلي اكتر ما رايحين يشجعوا فرقتهم، لان النادي الاهلي كان بيلعب بطوله كاس العالم كلهم كانوا متابعين، فشافوا بيلعب قدام فرقه كبيره. هو مشهد يخط يا كابتن فوزي برضو يعني لما احنا بنتكلم ان احنا ما عندناش جمهور بقالنا فتره طويله، وفجاه اللعيبه في الظل هذا يعني مش مبررات ولكن بنحكي الاجواء اللي كانت موجوده، طقس بشع جدا، كمان جمهور بالالاف. تمام. يعني اكتر من 30,000 وكله وعلى ارض الخصم، فكل ده ليه تاثير برضو. يعني احنا بشر في الاخر. انا معاك، احنا اللعيبه دي معذوره ان مش متعوده الجماهير الكبيره تحضر، فهم بس انا بقول لك الجماهير رايحه بتشجع فرحانه ان بتشوف النادي الاهلي اللي كان بيلعب قدام بايرن ميونخ، عايزين يشوفوا النادي الاهلي اللي حقق بطوله كاس العالم الثالث على كاس العالم للانديه، رايحين يتفرجوا عليه. زي احنا لما بنيجي نقول مثلا ليفربول جاي يلعب في مصر، هتلاقي لو في جماهير هتلاقي الناس يعني واقفه على العواميد، واقفين بره اكتر من اللي جوه عشان يتفرجوا بس، عشان يتفرج على ليفربول. صح. فهي الماتش ده ليه ظروفه، ليه الله اعلم. اللعيبه يعني المفروض انا ما بنزل كلاعب بلعب في وسط جماهير حتى لو ضدي كلاعيبه النادي الاهلي، اول ما بننزل الملعب انا بنسى الجمهور ده خالص. لازم نفصل فعلا. لا بنساه يعني حتى لو أول كان بداية. في صوت او البدايه يعني لعيب الكوره عامه. أيوة. اول ما بينزل اول الجماهير اللي دي بتشجع وبتهتف للفرقه الثانيه ضدك او مش عارف ايه وبتشجعك، اول ما الحكم بيصفر انا بندمج في اللعب. بنسى انا بلعب بستمتع. يعني انا يمكن اللي عايز اتكلم فيها مع النادي الاهلي، انا عايز اشوف لعيبه النادي الاهلي وهم بيلعبوا بيستمتع. صح. احسن لعيبه موجوده في مصر لعيبه النادي الاهلي، احسن جماهير النادي الاهلي العريضه جدا مع طبعا الانديه الثانيه طبعا الشعبيه، لكن انا بتكلم على النادي الاهلي بالذات لعيب الكوره لما ينزل استمتع، بنفذ تعليمات المدرب، بعمل الواجبات اللي عليا، بس انا كلاعب كوره انا لازم اطلع اللي عندي. انت حضرتك هتلاقي وانت لازم عندك موهبه، الموهبه بتاع في التقديم، في طريقه الاستقبال، طريقه المحادثه مع الضيف، حضرتك برضه كان نفس الكلام. فاللعيب الكوره لازم ينزل وانا بنفذ التعليمات ان انا عايز اكسب، ان انا بعمل طريقه اللعب بتاعه المدرب. نفس الكلام انا لازم اطلع اللي عندي. انا لغايه دلوقتي لعيبه النادي الاهلي لو اتكلمت معاهم ما بيطلعش اللي عنده، بيبقى عايز ينفذ التعليمات الاول عشان يضمن انه بيبقى موجود. يعني روح اللاعب حضرتك بتشوف ان هي مش طاغيه، لازم اطلع الموهبه اللي عندي في الكوره. ايوه انا بنفذ تعليمات المدرب بس فقط. انا مش اله. طب هو مش طالب تعليمات المدرب المفروض يبقى جزء من اليه تنفيذها، الاعتماد على المهارات اللي موجوده عند اللاعبين. انا نفسي اتمنى اشوفه في لعيبه النادي الاهلي، لان احنا جماهير النادي الاهلي او عامه كل اللي بيتفرج على الكوره بيحب بيستمتع. يعني احنا بنحب نتفرج ليه على صلاح وعلى فرق مانشستر والفرق الالماني والحاجه دي، بنستمتع بالكوره انه بيأدوا بمهاريه كبيره بلياقه درجه عاليه. انا عايز لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله نفس الكلام، انزل العب واعمل الواجب عليك. بس سؤال كابتن فوزي عفوا يعني عشان برضو الناس تبقى فاهمه النقطه حضرتك بتتكلم فيها، هل حضرتك بتتكلم الكلام ده في المباراه الاخيره ولا حضرتك ان جنرال شايف كده؟ لان انا لا اعتقد ان ده مش متوفر في اللعيبه عندنا. لا مش في كل ماتش. ممكن يكون في ماتش في ظروف معينه. بس في العموم بس انا معاكي في الكلام جميل. يعني لا انا مش بقول لي مثلا لعيب عندهم ولا حاجه، انا بقول انا عايز مستوى يعلى. مستوى اللعيب يعلى بايه؟ بيعلى ان هو زي ما بنقول الممثل واقف على المسرح، الناس بتشجع بتعمل بيندمج بيطلع اللي عنده. لعيب الكوره بيحب يستمتع، بيحب مثلا لو مسك كوره مش لازم كل كوره امسك تك تك اقعد اباصي كتير. طيب يعني إيه؟ بباصي كتير وفي الاخر مفيش الهدف يعني إيه؟ الفينال مش ان انا اروح على الجون الثاني. زي ما شفنا بايرن ميونخ الشوط الاولاني كله ما رحناش عند الجون. ما اللي حضرتك بتقوله ده بيحمل بين طياته برضه وجهه نظر مش عارف هي صح ولا غلط، لو غلطان فيها حضرتك برضه صححني ارجوك. هل معنى اللي حضرتك بتقوله ان الخطط اللي محطوطه للعيبه واللي مطلوب منهم ينفذوها في ارضيه الملعب حرماهم من الابداع، مكتفاهم، مأيداهم، ولا انا فهمت كده غلط؟ انا قصدي ايه؟ انا بقول ايه؟ انا بنفذ تعليمات المدرب اللي هو بيقول لي عليها. مصبوط. سواء بهجم برجع ادافع شويه ماشي، لازم انفذ تعليمات المدرب لان هو اللي في الاخر، لان ما نفذتش حط هيقول لي اقعد وفي واحد تاني هينزل. حلو. انا قصدي وانت بتنفذ التعليمات دي هنا
الدماغ. يبقى في مساحه للتجويد يعني. ايوه أوكي. ان انا بطلع الموهبه اللي عندي. يعني مثلا مجدي قفشه عنده الموهبه بيقدر يمسك الكره ويباصي ويرقص ويروح، فما بيزودش فيها قوي يعني، ولا يزود فيها قوي ولا بينقص فيها قوي، ويستغل الكلام ده. عندي السوليه، عندي حمدي فتحي نفس الكلام، عندهم رجلهم قويه جدا على الجون. طب ممكن ده يبقى يترجم في صوره ان ده قصور في توجيهات الجهاز الفني؟ لا مش عايز اقول يعني تقصير. الجهاز الفني بيبذل بيقول الخطوط العريضه. انا كلاعب جوه الملعب انا اللي بشتغل وحط التحابيش بتاعتي يعني. وانا بحط التحابيش بتاعتي يعني. انا عايز عشان كده بقول لحضرتك ايه، اللعيب يستمتع. انت عارف يعني ايه بتنزل تستمتع؟ انت جاي البرنامج بتاعك طبعًا. جاي مبسوط. هو لما هيستمتع هيقعد يتفرج. انا رايح التمرين رايح مبسوط طبعًا. نازل عندي ماتش قاعد زي الولد الصغير، كنا بنقعد نحلم بالماتش وانت نايم بتحلم هتعمل ايه. بص يا كابتن فوزي انا فاهمه جدا وجهه نظر حضرتك طبعا وصلتك يعني متفقه، بس خلينا نقول حاجه. الظروف اللي الفريق بيلعب فيها ماتشات ورا ماتشات ورا ماتشات، وبطوله في الداخل وبطوله افريقيه، برضو ده بيأثر على اللاعب. يعني اللاعب ممكن يكون الجهاز الفني مديله ده، موفر له ان هو اثبت نفسك والعب بروح تمام. بس انت مضغوط في الاول وفي الاخر، وانت يعني زي منهك. فهي دي النقطة، عشان كده احنا بنقول ربما ده ظهر في مباراة ما، لكن ليس هو الوضع العام. يعني انا ما بتكلمش على اداء اللعيبة في الماتشات، انا بتكلم اداء اللعيبة عامة جنرال. ان هو اللعيب انا عايزه بيقول لك هو نازل الملعب هو فرحان انه نازل الملعب. هو اكيد فرحانين يا كابتن فوزي. لا لا مش نازل، مش لازم يعني مش بينافس خطه يعني. انا عايز مجهود وعنده النادي يلتزم بتمرينه. انا وصلنا للعالميه بنلعب بطوله كاس عالم. انا عايز اللعيب يتعود على كده، انزل العب سيمبا، انزل العب طلع الجيش. هما كل ده لسه متعودوش برضو يا كابتن فوزي. لا ازاي يعني كل الاحتكاكات اللي فاتت دي كلها افريقيا ومحليا وعالميا كمان. لا انا بتكلم انا بتكلم مش بتكلم على مستوى اللعيبه في الماتشات. انا بتكلم دي جنرال، ان عايز اللعيب النادي الاهلي ده بيستمتع وهو بيلعب. طيب خلينا نروح. لا زي حضرتك ما انت والله فهمنا يا كابتن فوزي. لا قصدي مهمه جدا دي، ان اللعيب وهتلاقي لو اللعيب بيتكلم معاه هتلاقيه فعلا بيقول لك انا عايز يعني عايز بروح سنه صغننه كده اطلع اللي عندي، ما بقاش خايف وهو بيلعب. ماشي يعني هنرجع برضو نقول في ظروف. لا دي نقطه صغيره، مش في ظروف ما بدخلش في ظروف معينه. لا ما حدش مش ما بدخلش في الحاجه الفنيه يعني دي بتاعه المدرب. اكيد وكل واحد ليه الوجه النظر بتاعته. عشان عندنا لسه بقى يعني هيك في ماشي. اي نقطه تانية خاصه بطلائع الجيش هيك حابب تعلق عليها ولا نبدا؟ لان ماتش طلائع الجيش برضو يعني كان لعيبه النادي الاهلي يعني الماتش ده برضو ربنا ستر يعني كان ممكن يحصل اي حاجه، بس الحمد لله برضو لعيبه النادي الاهلي. يمكن انا بحيي الشناوي طبعا يعني الصراحه طبعا. وبحيي اجاييه في الماتش ده يعني الصراحه هما الاثنين كان عود احمد لاجاييه. انا بحب اجاييه جدا الصراحه. عنده اراده قويه جدا، لعيب كويس جدا جدا، مش عشان جاب جونين ولا حاجه. لا هو لعيب اداؤه في الملعب جميل صح، وعايز ياخد مساحه برضو انه يلعب. لعيبه النادي الاهلي في لعيبه يعني الميزه في النادي الاهلي انه عنده لعيبه كويسه كتير. ده الميزه، مش عايز اقول عيب. الميزه انك كانت بتلعب في الملعب، وده نصيحتي للعيبه كلها. انت وانت قاعد بره، احنا كنا بنقعد بره وبتنزل تكسب مثلا الفرقه طبعا. ممكن تلعب شوط او نص شوط وتكسب الفرقه، وممكن تلعب الماتش كله ما تعملش حاجه. صحيح صح. انا اهم حاجه في النادي الاهلي ببقى فرحان بيها لما الاقي الدكه بتاعه النادي الاهلي فيها ناس تقيله وما يقلوش عن اللي بيلعبوا بالفعل، ما يقلوش عن اللي جوه. طب. طول عمر النادي الاهلي كده حضرتك. انا هستاذن حضرتك بس نتوقف عند النقطه دي، لان احنا لازم نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نستكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل حضراتكم مره ثانيه، عوده لضيفنا صاحب الاسم الكبير في دنيا كره القدم وتحديدا مع النادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي. وعايزين نعرف بقى من حضرتك يا كابتن ان شاء الله توقعاتك للفتره الجايه. احنا كابتن عواند لسه حتى بتعدد واحنا قاعدين كده المباريات اللي قدامنا الفتره الجايه. عندنا الاسماعيلي وعندنا بيتا كلوب. بص هو النادي الاهلي الميزه فيه برضو انه بيفصل كل ماتش عن ماتش. يعني انا بلعب في البطوله الافريقيه، بلعب بطوله افريقيه، خلصت الماتش، خلصت البطوله بتاعت كاس العالم للانديه، بعديها بيوم اللعيبه بتدخل في المرحله عنده ماتشات دولي مثلا. صحيح. فدي الميزه اللي موجوده في النادي الاهلي بصراحه. حتى بتنعكس على اللعيبه، خلاص انا فرحت بقيت اليوم، تاني يوم انزل التمرين
مفيش مشكله. دي الرساله دايما كابتن محمود الخطيب بيقولها، حتى في النصر بتاعنا ما تفرحوش قوي، ركزوا في ما هو قادم فعلا. ده التملي اللي هو البطل، التملي صح. ان انا كسبت النهارده فرحت، تاني يوم بنسى عندي حاجه تانية. هو ده. فعندهم الدوري بيلعب هيلعب الماتش الجاي مع فيتا كلاب، برضو هيبقى فيه لازم فيه احتراس جامد جدا، لازم يعني مش عايز اقول لازم، لكن هو ان شاء الله الاهلي يفوز. الماتش ده مهم قوي للنادي الاهلي. ليه؟ انا كسبت الماتش اللي فات في الدوري الحمد لله، لان كل ما اكسب ماتشاتي هطلع تاني نقاط طبعا للاول الدوري، لو حصل الماتشات اللي باقيه له هيبقى برضو بيلعب على الدوري، وبعدين بيدخل على البطوله الافريقيه. الفيتا كلاب عايز فرقه كويسه، يعني النتائج بتاعتها نقول زينا، يعني نتائجهم نفس الترتيب اعتقد او حاجه، هم لعيبه كويسه جدا بييجوا يلعبوا عندنا هنا احسن ما بيلعبوا في بلدهم كمان. يعني معظم الماتشات الافريقيه بيلعبوا هنا احسن ما بيلعبوا في بلدهم. بيلعبوا هناك بيلعبوا الساعه 3 في الحر والحاجات دي، هنا هيلعبوا الساعه 9 بالليل، هيلعبوا بقى الجو بالنسبه لهم غالبا ارضيات الملاعب كمان، ارضيه الملاعب كمان. ده دلوقتي ارضيه الملاعب كويسه. ده احنا كنا بنسافر كنا بنلاقي ملاعب يعني الصراحه حفر، مش ملاعب. بس يمكن فريق سيمبا غير، يعني احنا بنخسر هناك بس احنا بنكسبهم بسكور هنا، ممكن يعني فرقه ولا حاجه، لكن يعني بيحصل ان شاء الله. يعني ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب، واللعيبه زي ما انا بقول هتادي احسن من الماتشات اللي فاتت، يكونوا حتى ارتاحوا. انت قلت حاجه جميله جدا، ان النادي الاهلي مواصل من الموسم اللي فات، الموسمين ورا بعض صحيح، مفيش فتره اعداد صحيح، ما لحقوش. فدي حته برضو يعني اللعيب بيجي له فتره، حتى اللعيبه الكبار يعني اللعيبه اللي في الانديه اللي بره لازم فتره بين الدوري والدوري يفصل، بيروح ياخد اجازه يبعد عن حاجه اسمها كوره، بيرجع انه خلاص طبعا يرجع فريش، بيرجع يعني بقى يرجع فريش ومشتاق ليرجع للتدريبات للماتشات. لكن خد راحته، احنا ما لحقناش، احنا خلص دخل على البطوله بالظبط. هو ده غير المنتخب كمان، لعيبه الاهلي بيروح المنتخب يعني كله ورا بعض. على ذكر اللعيبه كابتن فوزي، مين اكتر لعيبه في النادي الاهلي بياخدوا عينك كده في اي مباراه بتتابعهم فيها حاليا دلوقتي؟ اه يعني الصراحه في لعيبه كتير يعني يعني انا بحب قوي وليد سليمان الصراحه، يعني بتمنى له الشفاء ان شاء الله ان شاء الله. من اللعيبه اللي هم مزجات ليا، ايوه، واللعيب هداف وبينزل في اي وقت، ما بي اللي انا بقول عليه ان انا عندي واحد زي وليد سليمان قاعد بره، واحد زي كان ناصر ماهر برضو قبل ما يتصاب، عندي سوليه بيلعب ما شاء الله، في اليانج برضو في النص، عندي حمدي فتحي، عندي لعيبه كلها ما شاء الله. يعني انا بقول لك اللعيب ده اديله بس فرصه براح، هتلاقي الشوط بتاعه على الجون والحاجات دي. عايزين نشوف الكلام ده عندهم اللي انا الحته بس دي ان شاء الله نشوفه ابتداء من المباراه القادمه على طول كمان. يعني ما شاء الله رجليهم قويه جدا وبيشوط جامد جدا، انا عايز استغل اللعيبه دي، بديله فرصه ان يطلع يوصل. عندنا اللعيبه المستوى عالي، عندنا اللعيبه يعني اشيه ما شاء الله يعني كويس، رجع تاني اهو، كهربا داخل معاهم كويس جدا، بيحرز اهداف في الدوري، هداف من ضمن اللعيبه. عندي بواليا، يعني اتمنى له ان مش لازم يلعب بواليا، مش لازم كل ماتش ان يحرز هدف، ممكن يكون سبب في هدف. يعني الفيرود هو اي واحد فيرود بيتمنى انه يحرز هدف طبعا، حتى زي احنا قلنا رونالدو وميسي وصلاح، لو فرقته كسبت 4 وهو ما جابش جون بيبقى طالع برضو ده الفيرود طبعا، فممكن ماتش يبقى هو السبب في هدف. بس مع الضغط زي مروان محسن، ان مش لازم انت عشان فيرود لازم كل ماتش تجيب جون، لا ممكن اجيب جون، ممكن الماتش اللي بعديه ما اجيبش، ممكن اساعد ان انا زميلي يحرز اهداف. انا بشوف برضو محمد شريف بصراحه يعني كان فيرود، يعني هو ما زال يعني فيرود رائع جدا. انا رايي كرايي الشخصي كفوزي يعني كلاعب، موسيماني لازم، مستر موسيماني لازم يثبت على التشكيل، يبقى الناس بالذات الفراوده اديله فرصه براح شويه، ده رايي الشخصي يعني مش ما بتدخلش طبعا، انا بقول رايي الشخصي ان ادي اللي هتبدا بيهم اديلهم براح ماتش ماتشين ثلاثه ورا بعض. ليه؟ بيكتسب الثقه، مهم جدا. بس في اصابات كابتن فوزي؟ لا انا بعيد على الاصابات، لو في اصابات يعني انا لا اقصده ان لو هنتكلم على ارض الواقع دلوقتي، هو ليه ربما الله اعلم، بس ربما ليه موسيماني بيلجا لده؟ لان هو لسه في غيابات وفي اصابات وفتره ضغط، وزي ما حضرتك كنت بتقول على سبيل المثال وليد سليمان مثلا، وليد سليمان احنا بنشوفه دايما اول ما بيدخل بنطمن ان في جول جاي، جه بقى من اول الشوط لعب، نزل من الشوط الثاني مثلا اسباب موسيماني عارفها مثلا كاجهاد، او هو افضل لما بينزل نص شوط الله اعلم، دي برده بترجع المدير الفني. بس
في اسباب دايما، ده اللي انا عايز اقوله. حاجة في الكوره اتعلمناها، لما انا طلعت وانا صغير بلعب جنب نجم، نجم كبير، بتعلم منه واخد منه الثقه. تمام. النادي الاهلي لما يطلع محمد شريف يلعب جنب حد من اللعيبه التقال برضو لازم هياخد الثقه، لازم رجليه تبقى كتير. لما جم الاعاره، هما جابهم ليه مستر موسيماني؟ جابهم ليه من الاعاره؟ ان شافهم بيلعبوا كويس. هو ما جابوش كده. طبعا طبعا. لما اللعيب بيلعب في الانديه التانية بيلعب واخد حته بتاعه البراح شويه. في النادي الاهلي لازم يكسب، ما عندناش حاجه اسمها ايه التفصيله دي لوحدها الحقيقه، ده جبل على كتاف كل لعيب. انا بقول لك ده بيبقى ضغط على اللعيب، انه نازل لا قدر الله زي ما حصل هزيمه بتبقى مشكله. طبعا. مع انك لسه واخد بطوله، مش بطوله، انت واخد بطولات وبطل افريقيا وبطل بالزبط. الدوري وبطل او ثالث كاس العالم للانديه. دي حاجه نغلط فيها بعيدا بقى عن الجهاز الفني واللاعبين نفسهم، هل التفصيله اللي حضرتك بتذكرها دي نغلط فيها الجمهور اللي دايما متعطش، يمكن ساعات بيبقى بشكل مبالغ فيه في البطولات، ساعات بينسى ويزير العداد زي ما بيقولوا كده بلغه دي موجوده في الجمهور، ان بقى عامل 50 ماتش زي الفل وماتش مش قد كده يقول لك ازاي الكلام ده. يعني بس هو على فكره دي مشكله بس عندنا احنا كجماهير ولا ايه؟ بس هو هي غيره عن النادي، خلي بالك. ما طبعا جماهير النادي ما الاهلي ما مفروغ منها، اي حاجه تحصل اهم حاجه تكسب. ايوه بس الغيره دي ما هي بتشكل عبء كبير قوي على اللعيب. ما طبعا، وعشان كده بقول لك اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي، اي لعيب موجود حاليا في المجموعه دي الكبيره كلها اللي موجودين في النادي الاهلي يستحق يلبس الفانيلا الحمراء، انه عليه ضغط جامد جدا. صحيح. انا بقول لك اللعيب اللي احنا جبناهم من بره، كل اللعيبه بيلعب في النوادي الثانيه بيلعب استمراريه، بيلعب براحته، بيبقى نجم في الفرقه. يعني فرقه سيراميكا، سيراميكا كليوباترا، ايوه، اول سنه يلعب دوري ممتاز معاه كابتن هيثم شعبان ما شاء الله، وعمل صفقات برده كتيره سيراميكا، خد لعيبه من النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي ما شاء الله. اي لعيب بيروح في الانديه الثانيه بيفرق، بيفرق فعلا، بنلاحظ ليه فعلا بيفرق. عشان كده لما تجيبه هناك بيلعب براحته. ليه؟ الفرق التانية مش لازم يكسب كل ماتش، ممكن يتعادل، ممكن يتغلب ماتش، ممكن يكسب ماتش، يبقوا فرحانين. ليه؟ مش مطلوب منه انه يحقق بطولة. النادي الاهلي مفيش مركز تاني، احنا ما عندناش بقى الكلام ده عشان احنا عايزين مركز اول على طول. يعني عشان كده الجمهور بتاعنا لما واخده بطولات وبعدين نيجي ماتش زي سيمبا، حتى ده لسه في دوري المجموعات، يعني لسه مش بيقول يا هادي، يعني مش هيأثر على الاهلي، لان الاهلي بعد كده ان شاء الله هيكسب. الجماهير مش عايزه الاهلي يخسر، بتحب تروح بيروح يتفرجوا، بيحب اللعيب يطلع اللي عنده. عشان كده بقول لحضرتك يطلع اللي عنده مع جزء انك متع الناس ومتع نفسك، والنتيجه دي كمان مع انك انت هتحرز الفوز. يعني احنا النادي الاهلي سبحان الله، يعني بصي اجاي جاب الجون امتى؟ الاولاني ولا التاني؟ التاني. في الاخر. طبعا يعني حاجه 90 91 وقبليها كان الجيش لسه مضايق. يعني سبحان الله، يعني بص النادي الاهلي لاخر ثانيه، لاخر الدقيقه 95 97 الناس تقول لك في جون. بص قد ايه الثقه بتاعه الجماهير. هو الاهلي معروف بالدقيقه 90 دي معروفه يعني. بس احنا تملي بنقول، يعني احنا كان ايامنا لما بنلعب بقى الكباتن الكبار كابتن خطيب ومصطفى عبده والكباتن كلها، انا مش عايز انسى حد طبعا. كان يجي كنا نلعب تملي الساعه 2:30، كان في عز الحر 3 الا ربع كده. كان يجي يا دوبك الماتش يبدا يجي صلاه العصر الناس يقول لك في جون فعلا، بيتباركوا يعني. يعني الاذان كان بيجي فبيقطعوا الارسال عشان يجي الاذان، اول ما يرجع الارسال يقول لك الاهلي 1-0. والله بجد كان اول 10 دقائق، اول 5 دقائق الاهلي لازم يجيب جون. هو الحاجه الاكيده ان الاهلي دايما بيشكل ظاهره ايا كان الزمن اللي احنا بنتكلم عليه، دايما الاهلي مبهر ودايما ليه بصمات ودايما يعني بتحصل معاه حاجات ما بتلاقيهاش بتحصل مع الفرق التانية. ما ده مش من فراغ على فكرة، أنا بقولك من أول الإدارة طبعا، لأول الجهاز الفني طبعا، لأول اللعيبة، الجماهير طبعا. يعني عندك أحسن لعيبة موجودة بجد، يعني لعيبة كلها لو جينا مسكنا واحد واحد مش هتلاقي حد وحش، بتختلف فروق في حاجات معينة طبعا، ما فيش مشكلة مع الاستمراريه، مع الدكه اللي قاعدين بره، الروح اللي موجوده، روح الفانيلا الحمراء، العلاقات لما بنشوف لعيبه النادي الاهلي داخل حجره الملابس، كل دي الحاجات دي بتفرق جوه الملعب. طيب عشان كده هو اسمه النادي الاهلي. حلو جدا كابتن فوزي، بقى خليني اروح مع حضرتك وهنتكلم عن الدوري الحالي وهننسى بقى اللي فات، خليني الحالي حضرتك بتشوف. عندي سؤالين، ايه اكتر الفرق الدوري ده
بتشتغل على نفسها بشكل كبير، دي حاجة طبعا غير الأهلي. الحاجة الثانية، مين أكتر المدربين اللي حضرتك برضو بتشوف الخطط بتاعتهم أو بتستمتع أنك تشوف الخطط بتاعتهم في الملعب؟ شوف أنا لما بعض غير موسيماني برضو، أنا بسأل عن فرق أخرى. لا لا، عندنا في فرق كويسة، في فرق يعني زي الإسماعيلي من الفرق اللي احنا تملك كل يعني بنقول عليها الفرقة البرازيلي، بيلعبوا الكرة البرازيلي. اختفت الموضوع ده عندهم، عندهم مشاكل جامدة جدا. يعني الإسماعيلي في مركز قبل الأخير صعب جدا, جدا. لا يعني عمر هنا ما شفنا الإسماعيلي بالحالة دي. إسماعيلي زمان كان التالت على طول، يعني أهلي زمالك إسماعيلي. أنا كنت فاكر كان كابتن علي أبو جريشة طبعا وأسامة خليل إسماعيلي طلع لنا لعيبة كتيرة جدا أصلا يعني. سيد بازوكا طبعا يعني بص يعني الناس دي وكانوا بياخدوا دوري، بيلعبوا على انه ياخدوا دوري، ياخد بطوله افريقيا كده. الناس دي كانت ودايما طرف رئيسي العرب في ماتشات الفاينل. المقاولين العرب برضو نفس الكلام. طيب غير الاسماعيلي مين تاني؟ لا يعني انا بتكلم من ناحيه مين الفرق اللي حضرتك شايف ان في الدوري الحالي ممكن ان هي يعني تعمل نتيجه مختلفه او ان هي تصعد مثلا؟ بصي هو بامانه الدوري بتاعنا ضعيف. الدوري بتاعنا ضعيف اصلا. ضعيف ليه؟ النادي الاهلي تملي بيلعب، هو النادي الاهلي بقاله قد ايه ما بيلعبش دوري؟ الفتره اللي فاتت فرق الزمالك دلوقتي الاول على الدوري. الاهلي لسه له مثلا بتاع 3 ماتشات مؤجل. الاهلي لو كسب الثلاث ماتشات بقى هو الاول. يعني البيراميدز لما كان قالوا لعيبه وعملوا جابوا احسن لعيبه وقال لك هننافس على الدوري، هننافس على افريقيا، الكلام ده مش بالكلام، الفعل جوه الملعب. فتلاقي الفرق دي تلعب ماتش تتعادل، تلعب ماتش تتغلب، مش زي النادي الاهلي. النادي الاهلي ماشي على كويس. حتى لما نادي الزمالك حصلت له برضو ماتش بتاع غزل المحله ماشي كويس جدا، جه ماتش غزل المحله، غزل المحله كان تحت خالص وكان بيتمنى بيلعب قصاد نادي الزمالك فرقه كبيره انه لو اتغلب 1-0 يبقى مبسوطين، اتعادلوا يبقى امل. المدرب خالد عيد بقى مبسوط جدا انه متعادل وعايز الماتش يخلص. سبحان الله الزمالك يضيع، تروح رايحه مرتده دخل الجون الثاني في الزمالك، بقى الزمالك فقد 3 بونت في ماتش سهلي جدا. فهي انا بقول لك الدوري عندنا مش زي لما نيجي نلعب بايرن ميونخ، فبان المستوى. احنا لازم الدوري بتاعنا قوي جدا، هتلاقي لعيبه النادي الاهلي اكتر من كده بكتير. اه حضرتك بتشوف ان مفيش منافس حقيقي يعني حاليا دلوقتي؟ مفيش للنادي الاهلي. هو طبعا عامه الزمالك يعني هو التملي الاهلي والزمالك هما الاثنين المتفوقين. بقيه الانديه بيلعب على المركز الثالث والرابع. يعني خلينا صراحه بيلعب بيقول لك انا الثالث او الرابع بتاع ادخل الكونفدراليه ولا حاجه بيبقى فرحان جدا. لا مع النادي الاهلي، لا النادي الاهلي عنده قال الدوري اول خلاص، المركز الثاني ده مش معترفين بيه حتى في البطولات التانية. واكتر مدربين بقى كابتن فوزي؟ المدربين اللي ماشيين الكويس يعني انا شايف هيثم شعبان بتاع سيراميك كليوباترا ماشي كويس جدا، كان عماد سليمان مع المقاولين السنه اللي فاتت، بس هم ظروفهم في المقاولين باعوا بعض اللعيبه، استغنى عن بعض اللعيبه. يعني انا لما يكون عندي لعيب كويس بعدين ببيعه زي طاهر، محمد طاهر النادي الاهلي خده. انت صحيح بتبيع عماد النحاس اللي كان في المقاولين. أيوة هو ماسك عماد السنه اللي فاتت كان بينافس. السنه دي برضو المستوى المقاولين مش زي السنه اللي فاتت. في انديه يعني بيراميدز، يعني المفروض بيراميدز انا عايز انديه تبقى في انديه بتشجع النادي الاهلي ان ببقى نازل ماتش قوي. برضو حضرتك بتتكلم بخلفيه لاعب كرة القدم اللي انا بتكلم كلاعب كورة. لا ما انا فاهم، لا مش اي لعيب، انا قصدي اقول لك لاعب كرة القدم اللي لعب في زمن كان كل الفرق اللي بتنافس فيه في الدوري بتنافس بالمعنى الحرفي صراحة. يعني بنتكلم على الترسانة كان فريق موجود، الكروم، الاتحاد السكندري، الاسماعيلي، يعني المحل، يعني والله يا استاذ كريم الوضع اتغير ليه بالمناسبة يا كابتن؟ انا بقول الاسماعيلي ليه؟ الاسماعيلي انا لما لعبت وانا كنت لسه صغير لعبت في الاسماعيلية، كان الاستاد ده يعني مليان جماهير الاسماعيلي وبيشجعوا. انت عارف الاسماعيليه بيموتوا في الاسماعيليه صحيح، واحنا رايحين نلعب الماتش ده وانت عارف النادي الاهلي رايح عشان برضو عايز يكسب، الاسماعيلي برضو قوي جدا نلعب قصاد لعيبه قويه جدا فربنا كرمنا لما نزلت جبت جون وجبت ضربه جزاء، مصطفى يونس شاط ضربه جزاء كسبنا 2-1 وطلعنا بالماتش ده يعني في وسط جماهير.
طلعنا ازاي بقى؟ طلعوا الاتوبيس بره البلد وركبنا فين بقى؟ عربيه الامن المركزي في وسط العساكر. اوه طلعنا. يشوف ما انساش الموضوع ده. طبعا. لا شوف قد ايه وبنلعب في ماتش قوي جدا. ونفس الاجواء دي عدتوا بيها لما بتلعبوا المصري في بورسعيد وما تلعبوا الاتحاد في اسكندريه يعني. طب ما هي دي كله كان اقوى من بعض. هي دي بتخليك وانت رايح انا رايح هلعب قصاد فرقه قويه طبعا مستوايا لازم يبقى اعلى منهم. ده اللي انا قصدي فيه. مش رايح انا هكسب وخلاص. انا رايح العب. وبعدين دلوقتي يعني يمكن الانديه الشعبيه لما تيجي تشوف الاتحاد السكندري كان زمان بوبو بقى والجارم والبتاع لعيبه جامده جدا طبعا. من البلد. بورسعيد نفس الكلام صحيح. مسعد نور واللعيبه كلها اللي موجوده من البلد. فكان لما لو البلد نفسها ومن ابن البلد لما بيتغلب ما بينزلش. البلد صغيره بيتدارى والله العظيم صحيح. فدلوقتي بيجيبوا اللعيبه من الانديه الثانيه يعني بيشتروا اللعيبه من الانديه الثانيه ما بيبقاش ابن البلد. بتفرق في الانتماء يعني. بتفرق في الانتماء طبعا. تفرق على الروح. العب السنه دي السنه دي يعني اروح ساب الفرقه السنه اللي بعديها امشي. يعني ساعات بنشوف لعيبه في نفس الموسم بيلعب في الناديين ثلاثه. ازاي انا مش شفتهاش دي ابدا يعني ايامنا ما كانش فيه الكلام ده. يعني الزمن اتغير يا كابتن. لا انا قصدي ايه عشان عايز الدوري بتاعنا عايزينه قوي. معايا في الكلام انا معاك والله جدا جدا جدا. لا حقيقيين اولا لعيبه النادي الاهلي لعيبه الزمالك لعيبه الاسماعيلي بيراميدز الناس دي مستواها هيزيد. هتبقى عندك منتخب قوي طبعا. منتخب قوي اهم حاجه كابتن فوزي ان احنا نشوف كوره حلوه وان الاهلي يفوز بس كده. لا دي ده اللي احنا هنختم بيه لان الحلقه خلاص. جماهير النادي الاهلي بتحب الاهلي يفوز ويلعب كويس. ايوه طبعا ما هو ده اللي انا بقوله. لعب كوره حلوه ونفوز. اتمنى الفوز النادي الاهلي في كل حاجه طبعا. حضرتك نورتنا النهارده وسعدنا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا. قيمه وقامه كبيره واسم من اهم الاسماء المكتوبه بحروف من نور في سجلات النادي الاهلي المشرفه. نورت الدنيا ده اقل من حقك. وانا سعيد معاكم النهارده واتمنى لكم التوفيق والله وللنادي الاهلي طبعا ان شاء الله. البطولات اللي جايه كمان كلها ان شاء الله ويبقى يعني كلامنا ده بيبقى لصالح النادي. اكيد طبعا. مش ننقد حد ولا مفيش شك ده مفيش شك. استمتع بفرقتنا طبعا طبعا. يعني كده حلقه نهايه الاسبوع. ايوه يا رب يكون ويكند يا رب يكون ويكند كله خير على الكل ان شاء الله يا رب. ونعود مره ثانيه انا وكريم باذن الله 10 الصبح في الاهلي يوم الاحد. مع السلامه.